عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كور جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا اول كور في الـ SVT Science de la vie et de la terre، يعني علوم الحياة والأرض. دونك قبل ما نبداو الكور ديالنا خليني نفكركم بالاشتراك في القناة بالنسبة للي كيشاهدوني وباقي ما مشاركينش في القناة، وانتم كتشاهدوا الفيديو خليوا لي طبعا جيم وهبطوا للتعليق كتبوا لي اي حاجه بغيتوا. يلا ندوزوا الكور. الكور ديالنا اليوم على ايش كيهضر؟ ماشي غندوزوا الكور، غندوزوا نستمتعوا بالكور، غادي نعرفوا حاجات جداد، حاجات كنا عارفينهم وغادي نعاودوا نقراوهم. داكوغ؟ دونك الدرس هو ديكوفيرت دي ميليو ناتوريل. اش كتعني ديكوفيرت؟ جاية من لو فيرب ديكوفرير، استكشاف. دايما ورقة وستيلو او لا كتيب او لا كتاب وستيلو اي فونوتي افيك موا، ماشي بالضرورة كلشي غنكتبو، واخا انا كنحاول ان كلشي نكتبو لي ماركور. دونك ماما ما ماليش. دونك قلنا ديكوفيرت جايه من لو فيرب ديكوفرير هو استكشاف. داكوغ؟ دونك ديكوفيرت استكشاف، شنو غادي نكتشفو؟ استكشاف. لا ماما، استكشاف دي ميليو ناتوريل. ان ميليو هو واحد الوسط. داكوغ؟ هاد المفردات كتبوهم بالعربيه والفرنسيه وعقلوا عليهم حيت غادي تسمعوهم بزاف. دونك دي ميليو هما وسط او لا اوساط، حيت بلوريال دونك اوساط. داكوغ؟ ناتوريل جايه من لا ناتور، لا ناتور هي الطبيعه. دونك ناتوريل طبيعي، اوساط طبيعيه. داكوغ؟ دونك في الدرس غادي نكتشفو دونك استكشاف او لا اكتشاف اوساط طبيعيه. اول حاجه غادي نبداو بها الكور ديالنا هو بعدا شنو هو هاد الوسط الطبيعي، اش كيعني ميليو ناتوريل. ندوزو نشوفوه في الطابلو ديفينيسيون ديال ميليو ناتوريل. دونك ديفينيسيون دان ميليو ناتوريل، عقلوا على ديفينيسيون هو تعريف، ديفينيسيون تعريف، غادي نعرفوا شنو هو ان ميليو ناتوريل، وسط طبيعي. دونك ان ميليو ناتوريل دان اسباس ناتوريل، واحد الفضاء طبيعي. شنو الحاجه اللي كنقولوا عليها طبيعيه؟ نون اميناجي باغ لوم، لي ما مصنوعاش من طرف الانسان، ماشي الانسان اللي دارها. مثلا البحيره او النهر او المحيط او الغابه، هادو سو سون دي ميليو ناتوريل، هما هادو واحد الفضاءات او واحد المساحات او واحد البلايص اللي هما طبيعيين ما داروهمش الانسان، ماشي الانسان اللي دارهم. دونك كي اوفر دي كونديسيون دو في، دونك هاد لاسباس ناتوريل او لا هاد ميليو ناتوريل il offre. اش كيعني offre؟ سي لو فيرب offrir، كيهدينا اولا كيعطينا. داكوغ؟ كيعطينا شنو كيعطينا؟ كيعطينا دي كونديسيون دو في. اش كتعني كونديسيون دو في؟ اللي هي شروط الحياة. دونك في اي ميليو ناتوريل او لا في اي اسباس ناتوريل كيكونوا فيه بالضرورة شروط الحياة الملائمة. شنو هي الشروط ديال الحياة؟ لي كونديسيون دو في. أول حاجة لا نوريتور، لا نوريتور هي التغذية. داكوغ؟ أبغي، الأبغي هو المأوى، يعني مثلا ناخذ المثال ديال الفوري ديال الغابة، فهي مأوى للعديد من الحيوانات. داكوغ؟ دونك مأوى. سبور اللي هو الدعم. داكوغ؟ الدعم، الحيوانات كيدعموا بعضياتهم. داكوغ؟ دونك سبور هو الدعم. او زيتر فيفون، لي زيتر فيفون هما الاحياء. دونك كيف ما قلت لكم هاد الميليو ناتوريل او لا اسباس ناتوريل كيعطينا شروط الحياه
اللي من بينها التغذية والمأوى والسكن و لو سوبور يعني الدعم لمن لازاتخ فيفون اللي هما الحيوانات. دابا دونك هاد الميليو ناتوريل او لا هاد الاسباس ناتوريل il est composé de deux composantes يعني يتكون composé او لا ينقسم دونك ينقسم او لا يتكون de deux composantes les composantes هما المكونات. دونك في هذاك الميليو ناتوريل كنلقاو فيه des êtres vivants et des êtres non vivants دونك كنلقاو vivantes إحيائية non vivante لا إحيائية. وغادي نفصلو مزيان هاد الجملة في الفقرات المجين. دونك الفقرة الثانية ديال الدرس غنتعرفو فيها على لا ديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل. دونك باقيين في لي ميليو ناتوريل اللي هما الأوساط الطبيعية داكو. دونك لا ديفيرسيتي diversité j'ai مثلا كنقولوا ديفيرس مثلا دي ميتي ديفيرس يعني مثلا المهام او المهن المتعدده ديفيرس يعني او المتنوعه. دونك لا ديفيرسيتي يعني تنوع الاوساط الطبيعيه. دونك on distingue يعني نميز او لا مهم اللي درسنا الامور عرفنا ان لي ميليو ناتوريل سو كومبوز دو صراحه هي فيها 3 كومبوزونط ولكن الثالث ما غنشوفوش هو الميليو لي ميليو ايريان هي الاوساط الهوائيه. داكو دونك دابا غادي ناكدوا على جوج كاينين دي ميليو تيرستر. اش كيعني ميليو تيرستر؟ جايه من كلمه ديال تير تير ارض ياك. اذا هنايا دي ميليو قلنا هي اوساط ياك تيرستر قاريه بحالاش. دونك لي ميليو تيرستر بحالاش؟ بحال المونطاني جبال بحال لي فوري الغابات بحال لو ديزير يعني الصحراء. داكور دونك جبال او الغابات او الصحراء فهما اوساط طبيعيه كتسمى دي ميليو تيرستر يعني اوساط قاريه. كاينين عاود دي ميليو اكواتيك. اش كتعني ميليو اكواتيك؟ هما الاوساط المائيه. عقلوا على اكواتيك مائيه اذا ميليو اوساط مائيه. دونك هاد لي ميليو اكواتيك شحال فيها؟ دونك شنو هما لي ميليو اكواتيك اللي تنعرفو؟ هما لي زوسيون هما البحار والمحيطات ياك. لي ريفيير هما الانهار. لي لاك هما البحيرات. داكوغ دونك انا ملي نجي نقول لك الفوغي شمن ميليو ما تقولش لي ايت ميليو اكواتيك. La forêt est un milieu terrestre ou وسط قاري. داكوغ و لي ميليو اكواتيك هي اي حاجه فيها الماء البحر المحيط الانهار لي لاك يعني البحيرات. داكوغ دونك تعرفنا هنا على الانواع ديال لي ميليو تيرستر وعندي اكواتيك وعندي ايريان اللي هو الوسط الهوائي. اخر فقره في هاد الفيديو ماشي في الدرس الكور باقي طويل طبعا راه غير في القسم راه غير في المدرسه. هاد الدرس غادي دوزو فيه 5 سوايع يعني تقريبا 3 ديال الحصص. داكوغ دونك انا شحال غادي كفاني فيه حتى انا كذلك 3 ديال الفيديوهات. الدرس الاولاني 3 ديال الفيديوهات. داكوغ دونك هذا الفيديو الثاني ان شاء الله الثاني الاول والثاني والثالث من مورا غيكون من مور هاد الفيديو هذا. دونك اخر فقره في الدرس اللي هي مهمه بزاف وتعرفوا فيها بزاف الحاجات جديده. يلا نقراو ونشرح. دونك الفقره كتسمى لا ديفيرسيتي دي كومبوزونت دي ميليو ناتوريل. دونك لا ديفيرسيتي شنو قلنا؟ ديفيرسيتي هو تنوع ياك. دونك تنوع دي كومبوزونت لي كومبوزونت هما المكونات
يعني المكونات اللي كيتكون منها الوسط الطبيعي متنوعه. دونك دون شاك ميليو ناتوريل، دونك في كل دون شاك في كل وسط طبيعي ان ديستانك، يعني نميزو. شنو عندنا في كل وسط طبيعي؟ شنو عندنا؟ عندنا دي كومبوزونت فيفونت اي دي كومبوزونت نون فيفونت. يعني مكونات فيفونت حيه، وعندنا دي كومبوزونت مكونات نون فيفونت حيه او لا احيائيه. ياك احيائيه نمشيو هكا بلو سانتيفيكمون، نون فيفونت لا احيائيه. دونك شنو هما هاد المكونات الاحيائيه وهاد المكونات لا احيائيه او لا الغير احيائيه؟ لي كومبوزونت فيفونت كيتسماو، عقلو باش هكا تكونوا بلو بروفيسيونيل، تكونوا كتعرفوا الكلمات اللي كتعلق بكل ماده. هادو هادو بحال هادو اللي غنشوفوا دابا هما دي زيكسبريسيون او لا تعبيرات اللي كتدل على الاس بي تي، على الدومين ديال الاس بي تي. اليمون بيوتيك، غتسمع اليمون بيوتيك. اش كتعني اليمون بيوتيك؟ اليمون هو عنصر، قلنا بيوتيك جايه من كلمه بيو، دونك بيو حي، شي حاجه طبيعيه. يعني اليمون بيوتيك، اليمون بيوتيك هو عنصر احيائي، شي حاجه حيه. شكون هما هادو اللي حيين؟ كاينه لا فون اي لا فلور اي لا فلور. حتى هادو سو سون دي زيكسبريسيون ديال سيون اس في تي، سيونس في اي دو لا تير. دونك لا فون اي لا فلور، عقلو لا فون انصومبل دي زانيمو دون ريجيون. دونك لا فون هي مجموعه، انصومبل هي مجموعه ديال الحيوانات دون اون ريجيون في واحد الجهه، داكوغ. و لا فلور هي مجموعه ديال لي فيجيتو ديال النباتات اون ريجيون ديال واحد الجهه، داكوغ. دونك قلنا لي كومبوزونت فيفونت يعني هما المكونات، يعني المكونات يعني المكونات الحيه، داكوغ، اللي كتسمى باليمون بيوتيك هما الحيوانات والنباتات بصفه عامه. حيوانات ونباتات كيتسموا دي كومبوزونت فيفونت، هما المكونات الحيه او دي زاليمون بيوتيك، داكوغ. نمشيو دابا لي كومبوزونت نون فيفونت، شكون هما؟ في واحد الوسط طبيعي كنلقاو دي زاليمون فيفونت اي دي زاليمون نون فيفونت. شكون هما دوك لي زاليمون نون فيفونت؟ غنشوفوهم دابا. كندوخ هكذا كتفكركم ملي كتقولوا لي استاذ كدلق علينا السبوره، معليش فين غنمشي. دونك لي كومبوزونت نون فيفونت شكون هما؟ عندهم سميه اللي هي اليمون ابيوتيك. شوف شفتوا في لي زونتونيم في الاضداد كاينين شي كلمات اللي باش دير الضد ديالك زيد ا في الاول. ما عندي حتى شي مثال دابا في دماغي، ولكن بحال هذا المثال، هذا اليمون بيوتيك اليمون ابيوتيك، ملي كنزيد ا كتولي الضد ديال بيوتيك. اذا لي زاليمون بيوتيك هي المكونات او الحيه او لا احيائيه، لي زاليمون ابيوتيك لا احيائيه، هما لي زاليمون مكونات لا احيائيه. اش كنقصدوا بها؟ دونك سو سون لي زاليمون ناتوريل، هما طبعا طبيعيين، كي نو سون با فيفون، اللي ماشي حيين. بحالاش؟ فوالا، لو اللي هو الماء، لاغ اللي هو الهواء، لي غوش اللي هما الصخور، لو سابل اللي هو الرمل، لا نيج اللي هو الثلج، لو سول اللي هي الارض، اي لا لوميير دو سولي اللي هي اشعه الشمس. ياك اشعه، لا ماشي اشعه، ماشي اشعه واشعه، المهم ضوء الشمع، الشمس.
داكوغ، كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. بالمنطق كل وسط طبيعي فيه مكونات إحيائية مكونات لا إحيائية. المكونات الإحيائية هما شي حوايج حيين بحالاش لي زانيمو اي لي فيجيتو، يعني النباتات ياك. وعندي حوايج غير إحيائية لا إحيائية بحال نون فيفونت بحالاش بحال لو الماء لاغ الهواء الضو ديال الشمس لي غوش لي هما الصخور لي لا نيج الثلج. داكوغ صافي، هادشي اللي كاين، هادشي اللي غتقراو. باقي ان شاء الله لا سويت في الفيديو المقبل ان شاء الله. نتلاقاو فيديوهات مقبله.